لاباس عليك؟ يبارك الله فيك، تركنتي على خير. شكرا جزيلا ومرحبا بك معنا، وكنفرحوا ملي كنعرفوا على ان المغاربه ديالنا فين ما تواجدوا فهما اوفياء في الاستماع. شكرا جزيلا لك لالا. الله يطول عمرك. منين نتينا الاصول ديالك هنا في المغرب؟ انا من الرباط. من الرباط، اذا تحياتنا لكل المستمعين ديالنا في الرباط والعائله ديالك، هذيك اكيد غادي نعطيك فرصه باش تسلمي عليهم. بارك الله، الله يبارك فيك. شكرا لك وتحيه كبيره لك ولكل الطاقم. شكرا جزيلا. وشكرا خاص لصبر المكالمات اللي خرجت هنا ديالها. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. لالا بوتينا شنو غادي تقترحي علينا؟ حبيبه عندي واحد لونطخومي بالقرعه الحمراء وبنكهات مغربيه. بخفي اكثر القرعه الحمراء دابا وقتها وكذلك هي مفيده جدا للصحه. دائما كان الدكتور احليمي كيوصينا على اننا ناخذ القرعه الحمراء في هذا الوقت هذا. تبارك الله عليك. يلا تفضل بوتينا. نبداو بالبسكويت. غادي نحتاجو فيه 35 غرام ديال الكاسونات، 50 غرام ديال البسكويت عادي ياك، ما فيه لا شوكولا لا حتى حاجه. لا لا. اها 50 غرام ديال العسل. 50 غرام ديال العسل. غير بشويه بوتينا باش نسجلوا معاك الوصفه. داكوغ. تفضل. 50 غرام ديال الدقيق. 50 غرام ديال الشوفه. 4 معالق ديال الحميره الكيماويه. اييه. 4 معالق ديال البيكربونات. 4 معالق صغيره ديال القرفه. رشيشه ديال الكوته وشي جوج رشيشات ديال القرنفل يكون مطحون، رشيشه ديال الملح، 60 غرام ديال الزبده وبيضه، 13 مليلتر ديال اللبن. هادي بالنسبه للطبقه ديال البسكوي. هاد الخليط غريب وعجيب. اكيد ديك الساعه غادي تعاود تعطيني المقادير كلها بوتينا. عفوا ان شاء الله. يلا بالنسبه للطبقه ديال البسكوي، نمروا دابا للطبقه ديال الكريمه اللي غنعملوا بالقرعه الحمراء. غنحتاجوا فيها 125 مليلتر ديال الحليب مع 125 مليلتر ديال الكريمه تكون سائله، جوج اصفار بيض، 75 غرام ديال السنيده، 25 غرام ديال الدقيق، 25 غرام ديال النشا، 250 غرام ديال لابيوري ديال القرعه الحمراء، 125 غرام ديال الزبده دايبه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نعملو بكريمه ديال الفاني بلي بالتوابل بلي بيسكي. غنحتاجو فيها 200 مليلتر ديال القشطه تكون سائله، رشيشه الكوزه، رشيشه القرفه، رشيشه القرنفل، 3 ديال اصفر البيض، معلقه صغيره ديال مايزينا، 25 غرام ديال الكاسونات، 200 غرام ديال الكريم شونتي، ونص عويد ديال الفاني. بالنسبه للطبقه الثالثه اللي تجي ميغوا، حنا غادي نعملوها بالعسل. غنحتاجو فيها خلاص 50 غرام ديال العسل مع ورق عنب ديال الجيلاتين، 35 غرام ديال الماء. بالنسبه للتزيين ديال الجوانب باش ما يبقاش يبان لينا الفرق، غادي نعملو 150 غرام ديال السميده وحبات ديال زريعه القرعه بحال تي غابالي ان لونطخومي راهي من القرعه. نمرو الطريقه، واخا نقولو الطريقه او ميم طون كونو كنقولو المقادير. تفضل. ان شاء الله. غادي نبداو بالبسكوي. على نهار ميلاد، على نهار مهيله غادي نعملو العسل اللي هو 50 غرام والكاسونات اللي هي 35 غرام، حليب لينا الكاسونات دير، نجمعو كل المكونات الجافه ونضيفوها للزبده والرمله بطبيعتنا، ثم نضيفو البيضه والخليط ديال العسل واللبن ونجمعو كل شيء وندخلو الثلاجه 30 دقيقه. من بعد نسرحو العجينه ديالنا في شي سيركل ديال 20 سنتيمتر ونطيبوها لمده 10 دقائق على درجه 180. واضح؟ ندوزو على كريم ديال القرعه الحمراء. غادي نغليو الكريمه والحليب على نار مهيله، نخدمو اصفر البيض مع السنيده حتى يبيض لينا، ونضيفو له الدقيق والنشا ونخلطو من جديد، نضيفو خليط الحليب غير بشويه بشويه على البيض، نقلبو الكل في كاسرونه ونبقاو نحركو بالسربه حتى نحصلو على كريمه تكون عاقده وثقيله، نزولو من على النار ونزيدو له لابيوغ ديال القرعه الحمراء ونخلطو مزيان من جديد، نغطيوها ببلاستيك اليمونتير وندخلوها للثلاجه. بالباتور غادي نطلعو الكريمه وندخلو فيها الزبده بالتدريج بالتدريج، نلوحو مرصوياتي بشويه، نصبو الخليط فوق الطبقه ديال البسكوي. حنا سالينا من الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال لاكريم بالفاني بلي دي بيس، غادي نغليو الكريمه مع الفاني بلي دي بيس، غنخدمو الزبده والسكر، نزيدو لها الدقيق والنشا، نضيفو الكريمه اللي غلينا بالتدريج، ومن بعد نزيدوها على الكريمه على نار مهيله حتى تعقد، ونزولوها من على النار ونخليوها تبرد. تنضيفو ليها الشونتي ونخلطو غير بشويه بشويه، تنصبو كريمه ديال الفاني فوق الكريمه ديال القرعه الحمراء وندخلو للثلاجه على الاقل 6 سوايع باش تقبض راسها. بقات لينا الطبقه الاخيره ديال الميغوار ديال العسل. غادي نطبو الجيلاتين في الماء، نسخنو العسل والماء ونضيفو له الجيلاتين ونخلطو مزيان، ملي برد نصبو فوق خليط ديال الكريمه التوابل وندخلو يبرد شي ساعه تقريبا. بقى لينا دابا التزيين ديال الجوانب. غنعملو
نعملوا نوكاتين بالكراهه بالزرع ديال الكراهه الكراهه حمراء ندوبو السكر على نار مهيله حتى يولي لنا كراميل ونزيدو له زرعة الكراهه ونخلطو مزيان ونحطو فوق شي سليب ولا فوق غير ورق ديال المطبخ ونخليو يبرد ملي تبرد تنقصو من غير بيدينا وتنلصقو في الجوانب ديال لونطخومي بالصحة والراحة تجي غزالة وتجي في تبارك الله عليك.